أختي بتقول بعض البنات يقعن في شرك المحبة. في حاجة اسمها شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبتقول لي فعلا لو قال لها حبيبها هكلمك في التليفون الساعة 5 صباحا لما إخواتك يناموا، تنام تصحى طول الليل، ولو نايمة تصحى لوحدها الساعة البيولوجية ضبط نفسها على الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.